السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالبة ثانوية عشتار الأهلية للبنات، الصف الأول متوسط. اليوم درسنا الحاسوب، معكم مدرسة المادة الست مروة نزار. حتكون اليوم المحاضرة الأولى من الوحدة الثانية، نظام التشغيل Operating System. بالبداية أجي أعرف شنو معنى نظام التشغيل Operating System. هو مجموعة من الإعازات التي تنظم عمل الحاسوب، وتعتبر حلقة الوصل بين المستخدم والحاسوب، ويقوم بإدارة المكونات المادية وتنسيق عملها مع البرمجيات التي تعمل داخل الحاسوب. إذن نظام التشغيل هو حلقة الوصل بين المستخدم والحاسوب. يعني الحاسب من أني أنطي إعاز معين أو من أنطي أمر معين، شلون دا تفتهم إنه هذه الحاسبة إنه المستخدم دا يريد من عنده هذا الأمر؟ منو اللي دا يوصل هذه الإعازات؟ اللي هو نظام التشغيل Operating System. بالإضافة إلى ذلك، إنه نظام التشغيل يوفر لي بيئة عمل لتشغيل البرامج التطبيقية مثل برامج الوورد وبرامج معالجة الصور وبرامج الفيديو وغيرها من البرامج. ولازم أعرف شيء مهم، إنه نظام التشغيل يكون مستمر، ما ينتهي عمله. إيش وقت ينتهي عمله؟ عند انطفاء الحاسوب. يعني إحنا كنا شايفين من الحاسوب مطفية ما يطلع لي أي شيء، لكن طول ما الحاسبة شغالة إذا نظام التشغيل موجود ويقوم بالأعمال المطلوب من عنده. شو وقت ينتهي عمله؟ عند إطفاء الحاسبة. إذا نظام التشغيل هو حلقة الوصل بين المستخدم والحاسوب، يقوم بإدارة المكونات المادية وتنسيق عملها مع البرمجيات. حتى نعرف وظائف نظم التشغيل اللي هو Operating System، أول وظيفة له إدارة عمليات إدخال البيانات وتنظيمها وإخراج المعلومات. الوظيفة الثانية إدارة الملفات والمجلدات المخزنة داخل الحاسوب. هاي يا شنو؟ من خلال فتح هذه المجلدات، خزنها، حذفها، نريد نعدل عليها، هذا كله من يقوم به؟ نظام التشغيل Operating System. إدارة عمل جميع التطبيقات والبرامج المثبتة داخل الحاسوب وتنظيمها كذلك. النقطة الرابعة إمكانية مشاركة الأجهزة الطرفية كالطابعات والماسح الضوئي ضمن الشبكة. وأخيراً مساعدة المستخدم على تأمين جميع الملفات والمجلدات من السرقة والاختراق، هذا من خلال أنه نسوي باسورد أو بصمة أو أي من طرق الحماية لنظام التشغيل. إذن وظائف نظم التشغيل إدارة عمليات إدخال البيانات وتنظيمها وإخراج المعلومات، إدارة الملفات والمجلدات المخزنة داخل الحاسوب، إدارة عمل جميع التطبيقات والبرامج المثبتة داخل الحاسوب، وإمكانية مشاركة الأجهزة الطرفية كالطابعات والماسح الضوئي ضمن الشبكة، مساعدة المستخدم على تأمين جميع الملفات والمجلدات من السرقة والاختراق. هنا هاي الصورة بين لي أنواع نظم التشغيل. طبعاً نظم التشغيل أنواع هواية، لكن إحنا اللي رح يخصنا وندرسه اليوم إن شاء الله بالمرحلة مالتنا هذه نظم التشغيل. من صورة الواجهة أعرف هذا شنو نوع نظام التشغيل. مثلاً هذا نظام التشغيل ويندوز، هذا نظام تشغيل ماك Operating System، نظام التشغيل لينكس، ونظام تشغيل iOS لهواتف الآيفون،
ونظام الاندرويد. عندي هذا النظام اللي هو نظام التشغيل مس دوس، ويستخدم للحواسيب اللي هو مايكروسوفت ديسك اوبريتنج سيستم. مايكروسوفت ديسك اوبريتنج سيستم. النوع الثاني اللي هو نظام الويندوز اللي يستخدم للحواسيب والأجهزة الذكية واللوحية. سأجي أعرف كل نوع من نظام التشغيل من إنتاج يا شركة وشنو مميزاته. أول نوع من نظام التشغيل اللي هو نظام التشغيل مس دوس، اللي هو هذه صورة الواجهة مالته، اللي هو اختصار لمايكروسوفت ديسك اوبريتنج سيستم. طبعا هو من انتاج شركة مايكروسوفت، وقلنا نظام تشغيل يستخدم وين؟ للحواسيب. شو وقت ظهر؟ سنة 1981. زين، هاي اول ما ظهر النظام التشغيل. باعوا من الواجهة مالته، او العفو من الصورة مالته، تعرف انه هو عبارة عن واجهة سوداء والإعازات تكتب من لوحة المفاتيح. إذا هو يستخدم لوحة المفاتيح، يعني المستخدم يكتب الأوامر اللي يريد يكتبها، مثلا يكتب open، يكتب delete، يكتب print. هذا كله عن طريق شنو؟ كتابة، مو صور رسومية وأني أعرف شنو اللي أختاره، لا، كله عبارة عن إعازات تكتب وتتنفذ. إذا يحتوي على مجموعة من الأوامر التي تمكن المستخدم من التحكم في المكونات المادية والبرامجيات للحاسوب وجعلها تقوم بالأعمال المطلوبة. إذن هي عبارة عن أوامر أني أكتبها زين ونظام التشغيل ينفذها. شو يستخدم؟ يستخدم لوحة المفاتيح، كيبورد، واجهة سوداء، ونكتب الأوامر وننفذ، نكتب الأوامر وننفذ. إذن يعتمد على استخدام لوحة المفاتيح. شركة مايكروسوفت أوفيس طورت أنظمة التشغيل مالتها من نظام المس دوس إلى نظام التشغيل اللي هو النوافذ يسموه الويندوز. هذا النظام يستخدم للحواسيب، وحاليا يستخدم للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية اللي هي التابلت، سمارت فونز والتابلت. يستخدم، نقدر ننصب عليها نظام الويندوز. لماذا يعتمد؟ يعتمد على استخدام واجهات المستخدم الرسومية اللي هي GUI Graphic User Interface، وانتشر هذا النظام بصورة سريعة لأنه بسهولة تعلمه، ويعتمد على استخدام واجهات المستخدم الرسومية، واحنا قلنا من إنتاج شركة مايكروسوفت أوفيس. يجيني سؤال، انتشر نظام النوافذ اللي هو الويندوز بصورة واسعة، ليش؟ لأنه يعتمد في عمله على استخدام واجهات المستخدم الرسومية اللي هي GUI. يعني شنو واجهات المستخدم الرسومية؟ يعني شكل الأيقونات اللي موجودة على سطح المكتب. يعني من شكلها، من رسمها أعرف هذا تابع شنو، هذا نوع التطبيق، شنو نوع الملف، شنو نوع المجلد. ويجيني سؤال، لأي الأجهزة يستخدم نظام التشغيل ويندوز؟ يستخدم للحواسيب والهواتف الذكية السمارت فونز والأجهزة اللوحية اللي هي التابلت. جعل نظام التشغيل لينكس اللي هي هذه الواجهة مالته، يستخدم للحاسوب. هو يستخدم للحاسوب، أول إصدار له كان سنة 1991. ليش نظام لينكس انتشر بسرعة كبيرة؟ بسبب حمايته للبيانات والمستندات من الاطلاع عليها، إذا يوفر نظام حماية عالية، وإمكانية تشغيله على كافة أنواع الحواسيب،
ويعتمد على استخدام واجهات المستخدم الرسومية اللي هي GUI. إذن نظام التشغيل لينكس يستخدم للحواسيب. ليش انتشر بسرعة كبيرة؟ لأنه يوفر حماية عالية للبيانات والمستندات من الاطلاع، ويمكن تشغيله على كافة أنواع الحواسيب، ويعتمد على واجهات المستخدم الرسومية. إذن هذا السؤال، انتشر نظام التشغيل لينكس بصورة كبيرة لأنه الحماية الكبيرة، ويشتغل على كافة أنواع الحواسيب، وأيضا يستخدم GUI. على ماذا يعتمد نظام التشغيل لينكس؟ يعتمد على استخدام واجهات المستخدم الرسومية. نظام التشغيل ماك، من الواجهة مالته أو من شكله أعرف إنه هذا النظام تابع لشركة أبل أو من إنتاج شركة أبل. هذا النظام المن يستخدم؟ يستخدم للحواسيب اللي من إنتاج شركة أبل. شي تميز هذا النظام بسهولة التعامل معه هاي الواجهة مالته. ليش؟ لأنه يستخدم واجهات المستخدم الرسومية. معه من الواجهة مالته عبارة عن هذه الأيقونات، هي صور أعرف هي شنو نوع التطبيق. إذا يستخدم واجهات المستخدم الرسومية، ويدعم اللغة العربية، ويسمح بتعدد المهام. سؤال: يتميز نظام التشغيل ماك بسهولة التعامل معه. ليش؟ لأنه يعمل باستخدام واجهات المستخدم الرسومية، ويدعم اللغة العربية، ويسمح بتعدد المهام. وعرفنا إنه هذا النظام من إنتاج شركة أبل. نجي على نظام التشغيل الأندرويد اللي إحنا أغلبنا يعرف هذا النظام، يا شركة تابع والمن يستخدم. هذه الواجهة مالته، من آني هذا الشكل أعرف إنه هذا النظام التشغيل أندرويد، إذن هو من إنتاج شركة جوجل. وين يستخدم؟ في الأجهزة التي تحتوي على شاشة اللمس تاتش سكرين، كالهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. إذن نظام التشغيل الأندرويد اللي هي إحنا أغلبية موبايلاتنا من هذا تابع لهذا النظام، يستخدم بالأجهزة التي تحتوي على شنو؟ شاشة اللمس تاتش سكرين. زين، لماذا يعتمد نظام التشغيل أندرويد؟ زين، احنا شنو؟ احنا قلنا بقية الأنظمة تعتمد على استخدام واجهة المستخدم الرسومية. هنا ايضا هم تحتوي لي على واجهة المستخدم الرسومية، لكن شلون اتعامل معاها؟ عن طريق الايماءات اللمسية اللي هي النقر والمسح وضم الاصابع. ليش؟ من اجل التعامل مع العناصر على الشاشة الرئيسية. يعني انا استخدم الايد بالتحكم بالعناصر الموجودة على الشاشة الرئيسية. إذن سؤال: على ماذا تعتمد واجهة المستخدم لنظام التشغيل أندرويد؟ تعتمد على الإيماءات اللمسية. شنو هي مقصود بها؟ النقر والمسح وضم الأصابع، من أجل التعامل مع العناصر على الشاشة الرئيسية. قلنا هو من إنتاج شركة جوجل. نظام تشغيل هواتف الآيفون اللي هو آيفون Operating System اللي هي هذه الواجهة مالته، من اسمه أعرف الآيفون هو من إنتاج شركة أبل. هذا وين يستخدم؟ للهواتف اللي هي الآيفون والأجهزة اللوحية اللي هي الآيفون. شنو مميزات هذا النظام؟ إنه يحتوي لي على ميزة الآي كلاود. يحتوي لي على ميزة الآي كلاود اللي هي عبارة عن سحابة خزانية لخزن الملفات والبيانات التابعة لهواتف الآيفون.
في حال فقدان الموبايل أو الهاتف، مجرد إنه ننطي الباسورد للآي كلاود راح ينقفل الجهاز وما يقدر أي واحد يخترق الملفات والبيانات الموجودة داخل الآيفون. إذن سؤال، ما مميزات نظام التشغيل الآيفون؟ إنه يتميز بحمايته للملفات والبيانات الموجودة بداخله. ليش؟ لأنه يحتوي لي على ميزة الآي كلاود. بنات، لهنا تنتهي محاضرتنا. إن شاء الله تكون محاضرة مفيدة واستفاديتوا من عدها. نلتقي بالمحاضرات القادمة إن شاء الله.